الرئيس السيسي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل البحريني أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي. الجبير يطالب بوقف التهدئة مع إيران معتبرا أن سياسة الاسترضاء تغذي سلوك طهران العدواني. العاشرة صباحا في القاهرة، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة، أهلا بكم. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حفاظا على الأمن القومي العربي. من جانبه أعرب ملك البحرين عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي. وجه رئيس السيسي بالاستمرار في خطط النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي اليوم مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة السيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلا عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومي وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التي يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها. كما تطرق الاجتماع إلى عرض مبادرة جسور والتي سيتم إطلاق مرحلتها الأولى قريبا، وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر من عمليات الاستيراد والتصدير وإطلاق سلسلة من خدمات المصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط إفريقيا ووصول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الإفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا بكينيا. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحي المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمة لهم. كما وجه السيد الرئيس بأن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في قطاع الطرق والمحاور كافة الخدمات الأساسية، مع التأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات لانتقال المركبات وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين. اختتمت بالمملكة العربية السعودية فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر الذي شاركت فيه كل من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، واستمر لعدة أيام. اشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية.
اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 2 بمشاركة كل من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التي قدمت التمهيد النيراني، وكذا إسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة الهليكوبتر المختلفة الطرازات. كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة وتنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة في التدريب. كذا التدريب على الرميات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة. وقد ظهر مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشاركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة. يأتي التدريب الموج الأحمر 2 في ضوء تنامي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر، وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من انسجام تام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكري في كافة المجالات وخاصة في مجال الأمن البحري. حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب. اقتحم عشرة المستوطنين اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة. جاء ذلك استجابة لدعوات ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة النطاق بالمسجد الأقصى خلال احتفالات ما يسمى بعيد رأس السنة العبرية والذي يبدأ اليوم وتستمر فعالياته حتى الثلاثاء المقبل. وقد نوهت الخارجية الفلسطينية بأن تلك الفترة من كل عام تشهد تصعيدا ملحوظا في حجم الاعتداءات والتضييقات التشكيلية بحق المواطنين المقدسيين والمصلين، موضحة أن إسرائيل تستبق أعيادها بتحويل المدينة المحتلة ومحيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس السيد رأفت عليان القيادي في حركة فتح، تحية لك. مساء الخير. مساء الخير سيد رأفت، يعني كيف تنظرون إلى الممارسات الإسرائيلية خاصة في الأوقات التي تسبق هذه الأعياد وتحويل المنطقة بأسرها إلى ثكنة عسكرية كما أفاد الخبر؟ يعني أولا حكومة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية ماضية في مشروعها الهادف إلى إسقاط منظومة المدينة المقدسة عربيا وإسلاميا، هي تريد من هذه المدينة أن تكون مدينة يهودية. واقتحامات المسجد الأقصى ليست جديدة، هذه اقتحامات متتالية، ولكن وحذرنا منها مرارا وتكرارا وقلنا أن الاحتلال الإسرائيلي وجمعياته الاستيطانية ماض في استهدافه للمسجد الأقصى المبارك في لهدف استراتيجي للوب الصهيوني والصهيونية العالمية لأسرلة المدينة أولا ولإسقاط المسجد الأقصى ثانيا. ولكن العقبة الوحيدة في تنفيذ هذا المشروع هو فقط صمود أبناء المدينة المقدسة والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك. إسرائيل تحاول استغلال الصمت والعجز الدولي من ردعها ووقفها أمام مسؤولياتها، وتحاول أن تغير الأمر الواقع إلى أمر واقع جديد. ما نحذر منه جديدا أن إسرائيل في الآونة الأخيرة بدأت تستهدف الأقصى من الناحية العملية، بمعنى قبل أيام قليلة تم الحديث عن أن هنالك انهيار في جدار باب الرحمة ومصلى باب الرحمة، وقبل ذلك بأشهر أو بعام كان هنالك انهيار في الجدار الشمالي للمسجد لسور المسجد الأقصى المبارك. هذا يعني أن هذه الانهيارات مفتعلة من حكومة الاحتلال وجمعياته الاستيطانية. ما نحذر منه أن تقدم حكومة الاحتلال وهذه الجمعيات إلى المساس في مكانة المسجد الأقصى على المستوى العملي، يعني يكون هنالك تغييرات في ملامح المسجد الأقصى ومرافقه. لهذا نقول إذا وصلت إسرائيل إلى هذا الحد أعتقد أن الانفجار قادم على المنطقة برمتها، ويتحمل الكل نتيجة هذا الانفجار الذي تحاول إسرائيل من خلاله تصدير الإرهاب على مستوى دولي وعلى مستوى عربي. لهذا وباختصار يجب أن يكون هنالك موقفا إسلاميا وعربيا أكثر صلابة
اتجاه هذه الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، ويجب أن يكون هنالك على المستوى الداخلي أيضا استراتيجية كفاحية نضالية ومقاومة حقيقية يدفع الاحتلال ثمن هذه الممارسات. إذا لم يشعر الاحتلال أنه يدفع ثمن حقيقي على أرض الواقع نتيجة هذه الممارسات، أعتقد أن الاحتلال ماضٍ في مشروعه مستغلاً الصمت الدولي والعربي. نعم. ومستغلاً صمت المقاومة لدى الخطأ. سيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح، أشكرك جزيلاً على هذه المتابعة. أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل جبير أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي، مشيراً إلى أن الخطوات الأولى الواجبة اتخاذها تجاه إيران تكمن في وقف التهدئة معها. وشدد الجبير على أن إعطاء بعض الدول مبالغ أو حدوداً ائتمانية لإيران يشجع ذلك السلوك الإيراني ويعطل النظام الدولي ويساعد إيران على التمادي في التصرفات العدوانية على حد قوله. من جانبه اتهم وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إيران بتسليح جماعات إرهابية بمنطقة الشرق الأوسط. فكان لابد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة التي تدرك تماماً تاريخ هذا الإقليم الحيوي، كما كان ينبغي أن يتطرق الاتفاق إلى كافة السلوكيات الأخرى لإيران، مثل تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، تطويرها برامج صواريخ البالستية، وتسليحها الجماعات الإرهابية. ذلك أننا نتحدث عن دولة تسعى إلى تصدير ثورتها. في الوقت نفسه دعا وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي من نيويورك إلى حماية حرية الملاحة العالمية في مضيق هرمز. إن سلطنة عمان تدعو جميع الدول للتعاون البناء واحترام خطوط الفصل الملاحية في المضيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ما نصت عليه المادتان 37 و 38 في حق المرور العابر المتواصل، والمادة 39 من ذات القانون الذي تحدد واجبات السفن أثناء المرور العابر. كما أننا ندعو كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية بما يجنب المنطقة أي عواقب قد تكون انعكاساتها خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية. رست ناقلة النفط السويدية سانا امبيرو التي ترفع العلم البريطاني في ميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد مغادرتها ميناء بندر عباس الإيراني. كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز ناقلة النفط في 19 من يوليو الماضي متهما إياها بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز إرسالها بعد صدامها بقارب صيد. بعد أكثر من شهرين من احتجازها في إيران في خضم توتر متصاعد في الخليج، رست ناقلة النفط السويدية ستينا أمبيرو التي ترفع علم بريطانيا في مرفأ راشد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة في 19 من يوليو الماضي بعد فترة وجيزة من احتجاز الناقلة الإيرانية غريس وان في جبل طارق قبل أن تفرج سلطات الإقليم التابع لبريطانيا عنها منتصف الشهر الجاري، ويتم تغيير اسمها إلى أدريان داريا وان. الخارجية الإيرانية أعلنت الأربعاء الماضي منح ستينا أمبيرو تصريحا نهائيا بالمغادرة، لكن ملفها القضائي المتعلق ببعض المخالفات والأضرار البيئية لا يزال مفتوحا. وقالت الشركة المالكة للناقلة إن طاقمها سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم. وجرى الإفراج عن 7 من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصا هذا الشهر. وساد التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة واشنطن فرض عقوبات صارمة من أجل دفع إيران للدخول في مفاوضات جديدة بشأن اتفاق أوسع يشمل إلى جانب برنامجها النووي برامجها الصاروخية الباليستية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى بالمنطقة.
طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بانسحاب كل القوات الأمريكية والتركية فورا من بلاده، وحذر المعلم من أن القوات الحكومية السورية لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة في حال رفضها الانسحاب. الرئيس: ما زالت الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سوريا، وقد وصل الصلف بهما إلى حد عقد مباحثات واتفاقيات بشأن إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية، وكأن هذه المنطقة ستقام على الأراضي الأمريكية أو التركية. إن كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأي اتفاقيات تتعلق بالوضع في أي منطقة سورية دون موافقة الحكومة السورية هي اتفاقيات مدانة ومرفوضة شكلا ومضمونا. أفادت تقارير غير رسمية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في أفغانستان بلغت نحو 20%، ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية بعد 7 نوفمبر. كانت حركة طالبان قد ضعفت التحذيرات لناخبين، حيث شهدت الانتخابات الأفغانية أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصا. تتواصل عمليات فرز الأصوات في رابع انتخابات رئاسية في أفغانستان منذ الإطاحة بحركة طالبان عام 2001. انتخابات ستحدد رئيس الذي سيدير البلاد على مدار 5 أعوام مقبلة في بلد ما زال يعاني حربا مع الإرهاب خلفت أكثر من 1300 قتيل من المدنيين خلال النصف الأول من العام الحالي فقط. ومن بين 18 مرشحا خاضوا الانتخابات تشتد المنافسة بين المرشحين الأوفر حظا، وهما الرئيس الحالي أشرف غني وشريكه في حكومة الوحدة الوطنية رئيس الحكومة عبدالله عبدالله. السلام هو المطلب الأول لأمتنا، وستمنحنا هذه الانتخابات شرعية لإحلال السلام في هذه الأمة. أطلب من رفاقي رجالا ونساء منع الاحتيال، فهو واجب على كل أفغاني. ويستبعد المراقبون صدور مجرد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأفغانية قبل 17 أكتوبر، ولن تصدر النتائج النهائية قبل 7 نوفمبر. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على 51% من الأصوات، من المقرر أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات بين المرشحين اللذين سيحصلان على العدد الأكبر من الأصوات. وعلى الرغم من تهديدات طالبان الناخبين البالغ عددهم نحو 9,600,000 ناخب لمنعهم من المشاركة، لم تهاجم الحركة المتمردة سوى عدد محدود من مراكز الاقتراع في أنحاء مختلفة من أفغانستان. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن السعي بنجاح لإقالة الرئيس دونالد ترامب يستحق خسارة الأغلبية في مجلس النواب عام 2020. وشددت بيلوسي على أن تفويض الكونغرس لمحاسبة الرئيس هو أكثر أهمية من السياسة، واضحة أنه لا أهمية للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية، في حين أن مسؤولية الكونغرس الأولى تتمثل في حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنها. تأتي تصريحات المسؤولة الأمريكية عقب إظهار استطلاعات للرأي أن الرأي العام الأمريكي يتحول نحو تأييد إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي المستهدف بتحقيق على خلفية سوء استخدام مزعوم للسلطة مؤيديه من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل. جاء ذلك التحذير في فيديو نشر على تويتر في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترامب ضد الديمقراطيين. وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض متوجها إلى مؤيديه إن الديمقراطيين يريدون أخذ أسلحتهم وأخذ تغطيتهم الصحية، ويريدون أخذ أصواتهم وحريتهم. فضيحة أوكرانيا التي قد تهدد بقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تطال أيضا نائب الرئيس السابق جو بايدن منافسه الديمقراطي المرجح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.
وإذا كان باستطاعة بايدن الاستفادة من الفضيحة بتحقيق مكاسب على حساب منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، يواجه أيضا خطر الخروج من هذه المعركة الشرسة متضررا بشكل كبير. ومنذ أن فتح الديمقراطيون تحقيقا لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله، كثف الأخير الهجمات على نائب الرئيس السابق محاولا تسليط الأضواء على عائلة بايدن التي يتهمها بأن لديها مصالح مشبوهة في أوكرانيا. ويشكل صلب التحقيق مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو الماضي، طلب فيها ترامب من زيلينسكي التحقيق مع نجل منافسه بايدن في نشاطاته التجارية. ويحاول جو بايدن الذي يشكل محور القضية أن يبقى رغم ذلك بعيدا عنها. ويرى ترامب المرشح لإعادة انتخابه أن تسلسل الأحداث هذا مشبوه، متهما بايدن بأنه طلب إقالة النائب العام الأوكراني لحماية نجله. ومنذ ذلك الحين يؤكد الرئيس الأمريكي أن جو بايدن ونجله فاسدان من دون تقديم أدلة. لكن منذ أن ضربت الفضيحة الأوكرانية البيت الأبيض، باتت حملة الترشيح الخاصة بالحزب الديمقراطي ثانوية، بينما هناك مخاوف من أن يؤدي التحقيق إلى حشد الجمهوريين واصطفافهم أكثر خلف الرئيس الأمريكي الذي من غير المرجح أن يتم عزله في ظل الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الغرفة الأعلى بالكونغرس الأمريكي. أعلنت سلطة لندن الكبرى أنها أحالت رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية من أجل احتمال فتح تحقيق جزئي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن. يأتي ذلك بعد مزاعم نشرت لأول مرة لصحيفة بريطانية أفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيسا لبلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وسط أزمة سياسية عسيرة يمر بها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بشأن تنظيم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، يواجه جونسون بوادر أزمة جديدة من نوع آخر. الأزمة هذه المرة تتعلق بشبهة تورطه مع سيدة أعمال أمريكية في فساد مالي خلال فترة رئاسة جونسون بلدية لندن بين عامي 2008 و2016. هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية تبحث مدى إمكانية إجراء تحقيق مع جونسون فيما نشرته صحيفة ساندي تايمز من حصول سيدة الأعمال الأمريكية على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني واستفادتها من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بأسلوب غير شرعي. وفي المقابل تمسك بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بنفي صحة الشبهات الموجهة إليه حول التورط في ارتكاب مخالفات مالية. تأتي التحديات الجديدة في خضم جدال ساخن يخوضه جونسون رئيس الوزراء البريطاني مع مجلس العموم، خسر فيه جونسون إقناع المعارضة بإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وواجه تشريعا ملزما بعدم إتمام بريكزيت دون اتفاق. كما فشل جونسون في الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة ليجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه في موقف لا يحسد عليه أمام أزمة سياسية وأخرى جنائية بدت بوادرها في الأفق. ومع اقتراب العد التنازلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر دون اتفاق، ومع المضي قدما في بحث شبهات التورط في فساد مالي، يترقب الجميع معرفة كيف يمكن أن يتعامل بوريس جونسون مع أزمات عجز آخرون عن التعامل معها. افتتح اليوم وزير التموين الدكتور علي المصلحي عددا من مراكز خدمة المواطنين في قليوب وشبرا الخيمة ومدينة نصر، وذلك لاستكمال منظومة الخدمة الجماهيرية الحديثة. ومعنا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف مراسل النيل عبد الحميد صقر. عبد الحميد، بعد التحية لمتابعتك لجولة وزير التموين.
صباح الخير زميلتي ريلهام وكل مشاهدي قناة النيل. أنا الآن في المحطة الثانية من هذه الافتتاحات من منطقة شبرا الخيمة، وهذا المركز الذي يقف أمامه الآن مركز خدمة المواطنين. دكتور علي مصلحي قام قبل هذا المكان بافتتاح مركز خدمة مواطني قليوب. هذه المراكز تعد هي مكاتب تموين سابقة تم تجديدها وتحديثها ضمن منظومة استحداث مكاتب خدمات جديدة للمواطنين وتحويل مكاتب التموين القديمة إلى مكاتب حديثة. 550 مكتب تموين سيتم تحديثهم عبر 3 سنوات كاملة. بنهاية ديسمبر الحالي بإذن الله سيتم استكمال 200 مكتب تموين تحولهم إلى مكاتب خدمات حديثة. هذه المكاتب تقدم خدمات إلكترونية حديثة وفي وقت قصير وتسهيل كل المهام الممكنة للمواطنين خاصة محدود الدخل والمقيدين على بطاقة الدعم التموينية. أؤكد لك أن الخدمات الموجودة والحديث الذي دار ما بين الدكتور علي مصلحي وأيضا الموظفين العاملين داخل تلك المكاتب أكد على تسهيل كل المهام الممكنة للمواطنين وأيضا الحصول على خدمات ميسرة بشكل سريع وعدم تشتيت يعني انتباه المواطنين ما بين المكاتب والمكاتب الأخرى. المحطة الثانية الآن فيها في شبرا، المحطة القادمة بإذن الله سنقوم في مدينة نصر لافتتاح مكتب آخر حديث. نعم، أشكرك جزيلا على هذه المتابعة لنشاط وزير التموين وهذه الجولة التفقدية لتطوير منظومة تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين. جزيل الشكر عبد الحميد صقر. بدأ أكثر من 6 ملايين ناخب في النمسا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، ويفترض بأن تقدم هذه الانتخابات فرصة ثانية للمحافظ سيباستيان كورتس بعد أن أصبح يواجه صعوبات في تشكيل حكومته. كان الائتلاف الذي شكله كورتس زعيم المحافظين في النمسا مع القوميين في حزب الحرية النمساوي قد انهار في مايو الماضي بعد تسريب معلومات عن نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت باسم فضيحة أبيزا. وتتويجا لهذه الجولة هذا تذكير بأبرز ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل البحريني أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. 10 المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي. الجبير يطالب بوقف التهدئة مع إيران معتبرا أن سياسة الاسترضاء تغذي سلوك طهران العدواني. للتفاصيل أكثر زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. ختم جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.